خامس مباراة له ويحتل صدارة المجموعة عشان يبعد طبعا عن تلاقي فريق الجيش. كان بيثبت المباراة اللي قدامنا كانت مباراة سموحة في المجموعة الثالثة، وطبعا كانت سموحة بقى اتعرضت كده لموقف مع أهلي بني غازي وطولت قوي مننا المباراة وفضلت خمس أشواط، ولكن سموحة في الآخر قدرت إنها تحتل المركز الأول في المجموعة، ومستنية بقى نتيجة مباراة الطيران اللي لو انتهت بهزيمة الطيران لا قدر الله هتحتل المركز الثاني وتقابل سموحة، ولكن لو فازت بالمركز الأول هيبقى أهلي بني غازي الليبي هو هيكون نصيبه فريق الطيران. هنشوف هتسفر عن إيه اللقاءات اللي فاضلة النهاردة، وهما لقاءين، لقاء النادي الأهلي اللي قدامنا دلوقتي مع إسبوار الكونغو الديمقراطية، والطيران مع السويحلي واللي أظن أنه هو زمانه خلص وهتجينا نتيجته ونتابعها مع حضراتكم إن شاء الله. عارفين طبعا بقى تشكيل النادي الاهلي اللي بدانا خلاص حافظينه، وهو تيفا وعبد السلام، عبد الله عبد السلام وحليم ومعوض وعبد الرحمن ودوله وعبد العال وحسام ومنعم وقطب وسكري جويني ومحمد رمضان واحمد سعيد ويوسف الصافي، وطبعا بقى بنطمن على عبد العال كده وعلى شكري جويني من اصابتهم ان شاء الله وهم بخير وان شاء الله يلحقوا كده مع الفريق الفتره القادمه. وعبد الله عبد السلام على الارسال الثاني ليه، فريد سبوار مقدمه عروض كويسه مع باقي المنتخبات، ولكن بقى نشوفها مع الاهلي ايه اللي هيحصل، وادي كره تاني خارج الملعب. انا شايف كده تشكيله فريق الاهلي في بدايه المباراه، نازل طبعا بالستاف الاساسي كله، احمد سعيد في اربعات هو ومنعم في اتنينات، عبد الله عبد السلام ومعاه قض في ثلاثات حليم، وطبعا معوض دلوقتي في الملعب عشان فرد الثلاثه الثانيه خارج الملعب، ومازال عبد الله على الارسال في ثلاثه لا شيء، وادي حليم على الشبكه. لسه مباريات الاهلي ما شدتش قوي زي باقي مباريات الفرق الثانيه، ولكن بقى بحاول صد قوي هنا حليم مع قض اربعه لا شيء، فرقه جيده اسبوار، ولكن طبعا املها الوحيد في ان هي تكسب النهارده عشان تخش مع فريق السجون الكيني، وان كان السجون الكيني يعتبر ضمن التأهل لانه طبعا بفارق سكور عن اسبوار. وادي هنا عبد الله عبد السلام وكره كده بيعكسها القطب اللي عنده رؤيه جيده جدا وبيسقط كره خلف حوائط الصد بنقطه مباشره. طبعا بقى انتظارنا لمباراه سموحه اللي طولت قوي مع اهلي طرابلس، الفريق الجيد جدا خلتنا كده بقى على سوق ليه نعرف مين اول المجموعه، وزي ما قلت لحضراتكم سموحه احتلت المجموعه الثالثه ومستنيه نتيجه بقى الطيران مع فريق الطيران اللي بيلعب دلوقتي في المجموعه الثانيه، والمفروض ان المباراه انتهت مع السويحلي الليبي. كان السويحلي متقدم 2-0 لغايه وقت قريب، وخمسة لا شيء الأهلي مع إسبوار الكونغو الديمقراطية. عبد الله ما زال على الإرسال، عارفين طبعا بقى مواصفات عبد الله ما شاء الله 1.94 وإرسال قوي جدا بنقطة مباشرة، بيطير كده عبد الله ويتعملق ويضرب كرة في آخر الملعب بإرسال ساحق لا يصد ولا يرد، وبيحصل الأهلي على النقطة السادسة. ما شاء الله عبد الله ما زال على الإرسال وتاني إرسال، ولكن بخبرة وبعقل عالي قوي من عبد الله عبد السلام لقى كل اللعيبة مأخرين في آخر الملعب، بيرمي كرة كده بريست إيديه في مركز واحد بنقطة مباشرة ويريح الكل بسبعة لا شيء. تاني عبد الله قوي المره دي وبينوع عبد الله، ولكن استقبال معقول بالنسبه لارسال عبد الله القوي جدا، وترجع كده الكره سهله وبيعكس كره بدون حوائط صد، الله على الرؤيه العاليه لعبد الله عبد السلام اللي قال كده انه لازم يرجع النادي الاهلي السنه دي عشان يشوف بقى يختم في النادي الاهلي بيته الاول، وفعلا بيجيد عبد الله حتى الان وبيوصل فرقته للنقطه الثامنه في الوقت المستقطع الاول. هنبدأ كده نسخن بقى مع المباراة، وخلال الأصوات هنقول لحضراتكم على معلومة اليوم
وهي بتمثل طبعا بقى النادي الاهلي وتاريخه وتاريخ نشأته وتاريخ اول فريق كره طايره انشئ بالنادي الاهلي وتاريخ قناه النادي الاهلي وتاريخ مجله النادي الاهلي. وجايبين لكم شويه معلومات كده قيمه عن النادي الاهلي، يا رب تفيدكم، ونتمنى بقى تسجيلها عشان ده تاريخ بالنسبه للنادي الاهلي. دي بقى ميدو مسلحي والروح اللي بيعامل بيها اللاعبين كلها حب كده وتفاني لمصلحه النادي الاهلي. عبد الله عبد السلام على الارسال، وادي تغيير بيطلبه سكوار، خروج اللاعب رقم 10 كامبالا كيتوكو ونزول اللاعب رقم 13 تيشابولا كانيدا وارسال عبد الله، برضو ارسال بقوه وبريسك عالي وبياخد كده ايد المستقبلين وترجع الكره سهله في ملعب النادي الاهلي اللي لماها فعلا معوض. وعبد الله بقى بيعمل جمله خططيه ولكن طبعا تغطيه جيده من معوض، وفي لمس شبكه هنا حسبه الحكم الاول. وتسعه الاهلي لا شيء سكوار. عبد الله عبد السلام ما زال على الارسال وبرده بعقل وبمخ عالي قوي وبيكرر نفس الجمله مره ثانيه عبد الله بعد ما بيلاقي تاخير كده في استقبال اللعيب الفريق الكونغولي وبيرمي كره سهله بنقطه مباشره. 10 لا شيء ما شاء الله يا عبد الله، ان شاء الله تاخد كده ترتيب في الارسالات على البطوله دي. وادي كره ثانيه قويه جدا بترجع مباشره لملعب النادي الاهلي، كان المفروض ناخدها على طول يا حليم. وبيحسب هنا لمس الشبكه الحكم الاول على سنتر البلوك اللي اتلخبط كده في كورته ونقطه مباشره، وبيقول له اهو قطب كان المفروض تاخد الكره مباشره مع سن الشبكه. 11 لا شيء وارسال قوي كمان ولكن استقبال جيد المره دي وكره في مركز اربعه لكن حائط صد ثلاثي من منعم وقطب وعبه، بياخد كره مباشره بنقطه مباشره للنادي الاهلي. زي ما شايفين كده قوه حوائط الصد الاهلاويه اللي بتميز النادي الاهلي عن اي فريق اخر. وما شاء الله عبد الله عبد السلام ارسال تاني برضو في مخ شويه فهموه ولكن استقباله غير متقن، وتتشد اي حاجه في مركز اتنين كانوا عايزين يعملوا فيها تاتش، ولكن طبعا بقى بفطنه لاعبي وخبرات لاعبي النادي الاهلي وقطب طبعا سحب ايديه كده متاخر شويه وطلعت الكره خارج الملعب. 13 الاهلي لا شيء اسبوار، وادي تايم اوت بيطلبه مدرب فريق اسبوار لانه طبعا بالنسبه له مفاجاه النتيجه دي 13 لا شيء، وهو عامل نتيجه كويسه ونازل عشان يكسب الجيم النهارده عشان يبدا يحرج بقى فرقه السجون الكيني ويتساوى مع الجميع، وزي ما بيقولوا كده كرسي في الكلوب بيجيب كل الفرق اربع فوز ومباراه هزيمه. ولكن طبعا الاهلي من البدايه عارف الكلام ده كويس وعامل حسابه عليه ونازل مركز قوي ما شاء الله. طبعا ما ننساش بقى نبارك لسيدات النادي الاهلي فوزهم بالدوري العام امس، وفوز سيدات اهلي اليد النهارده برضو. تاني عبد الله بنقطة مباشرة يا عبد الله ما شاء الله 14 لا شيء. يلا بقى عايزينها بالارسال يا عبد الله وتخش كده موسوعة جينيس. تاني مع استقبال خاطئ وكرة في مركز أربعة للثلاثي حائط الصد مرة تانية، ولكن تغطية جيدة من الكونغو الديمقراطية وخارج الملعب. مش عارفين ازاي الناس يكسبوا نقطة ما شاء الله من النادي الأهلي اللي مركز جدا ب 15 لا شيء، وشكل كده هيعوضونا عن التأخير اللي قعدناه ده كله بقى مستنيين مباراتهم ويخلصونا كده بدري بدري إن شاء الله، وننعم بفوز النادي الأهلي بالنقطة الكاملة والمباراة رقم 5. تاني عبد الله عبد السلام يوصل بيها للتكنيكال تايم اوت التاني ان شاء الله، وادي فعلا كره قويه جدا ما شاء الله يا عبد الله ما شاء الله عليك، رجعت بقى لايام زمان وتالقت كده في الرداء الاحمر في رداء نادي القرن. و16
لا شيء للنادي الاهلي. طبعا دي هتاخد بقى هتدخل ضمن الموسوعات في البطوله، و16 0 بارسال عبد الله عبد السلام. نتيجه طبعا بين التاثر على اسبوار الكونغو الديمقراطيه. وادي بقى جانب من الجماهير على مختلف الاطياف طبعا، زي ما احنا شايفين كده في الاعاده بقى التالق والنجوميه لعبد الله عبد السلام بارسالات ساحقه قويه. عايز بقى الفرصه بالتقدم الكبير للنادي الاهلي في الشوط الاول كده، ونقول تاسس النادي الاهلي سنه 1907، كان في 24 ابريل في 1907، وكان طبعا دخل بقى في تاسيسه عديد من الشخصيات الكبيره في مصر في ذلك الوقت، وكان من ضمنهم عمر لطفي بيك وامين سامي باشا والزعيم مصطفى كامل وطلعت حرب من الناس اللي اسست النادي الاهلي من 1907. واول ما تاسس كان نادي للشباب الوطنيين المصريين، وكان بيجتمعوا فيه وقت انشائه ولممارسه الرياضه وقضاء اوقاتهم طبعا. وبعدين اول ما انشئ بقى مجلس الاداره كان برئاسه الانجليزي ميشيل انس في 1909، وتاسس اول ملعب كره قدم في تاريخ النادي، وتطور هذا الملعب حتى الان واصبح اسمه ملعب مختار التتش. وتم انشاء اول فريق كره قدم كان في 1911، واول بطوله اشترك فيها محليه كان في اربع العاب في 1916، كانت كره القدم والتنس والبلياردو والجمباز. ونرجع تاني لمباراتنا من جانب واحد، المباراه اللي وان سايد جيم 19 لا شيء، ولو اتاخد الشوط ده كده هيبقى ما حصلش في اي بطوله سواء محليه او قاريه او عالميه ان يتاخد شوط على اللا شيء. يعني كان اكتر شوط هنا كان 25-4 لفريق الاهلي، ولكن 20 لا شيء بيتهيألي في النهارده كده يا كابتن ميدو مكافاه خاصه بقى لعبد الله عبد السلام وللسته اللي في الملعب والتشجيع المنقطع النظير لزمايلهم من خارج الملعب. 20 لا شيء. وادي عبد الله وبتاخده النشوه كده عبد الله، وبيلعب ارسال قوي جدا، ولكن بقى المره دي خارج الملعب. بسم الله ما شاء الله عليك يا عبد الله. 21 وادي الله عليك، احلى مشجع في الكون لنادي لاعظم نادي في الكون. وادي كره ثانيه اهي بيستقبلها محمد معوض، وعبد الله من الادوار العليا من الدور العاشر ناطحه السحاب المصريه عبو عبد الحليم اللي تألق بقى وبيكمل كده مع عبد الله عبد السلام ورفاقه. 21-1 ونتيجه طبعا قاسيه جدا على اسبوار الكونغولي، وهيقول يا ريتني ما جيت ولا ايه. وادي كره ثانيه واستقبال جيد، ولكن من مركز اثنين بيحاول كده حائط الصد تيجي في ايديه وتخرج خارج الملعب. انا شايف الحكم كده لخبط الاشارات بيشاور هنا او هنا، ولكن هو اداها في الاخر لاسبوار الكونغولي. وادي عبد الله بقى هيبدا ينصب السيرك ولا ايه. وتاني كره تاتش لاين يا معوض، فعلا كره تاتش لاين. مش عايزين نعلى ونعمل نتيجه كده جباره بقى زي ما عملنا 25-4 وكان ده افضل نتيجه لينا في الاصوات. مش عايزين كانوا يعلى عن الثلاثه، ولكن ادي عبد السلام بقى بيشد كوره لاحمد سعيد اللي بيطير ويتعملق ويلبس رداء العمالقه رداء الادوار العليا من الدور العاشر، ويضرب كره ساحقه قويه جدا في ملعب اسبوار الكونغولي. عبوا على الارسال، وادي استقبال على 3 متر كده غير متقن، وكره تاني في الشارع، وفي مشاوره كده لحامل الرايه انها تاتش، ولكن الحكم الاول بيشير انها خارج الملعب. 23-3 نكمل تاسيس النادي الاهلي. قلنا قعد التاسيس من 1907 ل 1916، وكانت بقى اول المشاركات المحليه 1917، وزي ما قلنا كان في اربع العاب كره قدم وتنس وبلياردو وجمباز. وبدايه الحصول على البطولات كان في 1922. في 3 نوفمبر 1917
هنلاقي بقى ان قام محمد شريف صبري عضو النادي الاهلي وكان خاله ساعتها وكان خال الملك فاروق ساعتها وصحح او عمل اول شعار صمم اول شعار للنادي الاهلي وكان شكل بيضاوي في تاج الملك المصري وطبعا التاج ده اتشال مع 1952 مع الثوره على طول ورمز طبعا كان بيرمز للدوله ورفع الاهلي التاج من الشعار واقتصر على النسر المحلق فقط من 1952 ل 2007 ومع الاحتفاليه بالمئويه للنادي الاهلي من 1907 ل 2007 طبعا كان بقى تغيير الشعار واضافه كلمه نادي القرن بالانجليزيه كده تحت الشعار وطبعا كنا عارفين بقى ان في الوقت 1956 كان اعلن الرئيس جمال عبد الناصر قبوله للرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي وطبعا احنا بنقول لكم التاريخ ده عشان مش ناكد زعامه الاهلي ولكن ناكد بس للناس قد ايه نادي عريق منذ نشاته حتى الان وادي قطب بيختم كده بيدخلنا على المنعطف الاخير 24/6 وبيرجع احمد سعيد رقم 18 على الارسال دولا على الشبكة من مركز السنتر النهاردة دولا بيلعب هو وحليم أساسي ثلاثات وادي دولا بقى بياخد الكرة الوان قبل ما تترفع له كده عارفين ان الكرة ليه النهاردة مشغل السريع كويس قوي عبد الله عبد السلام وبيختم الشوط الأول 25/6 بينا لحضراتكم تاريخ انشاء النادي الاهلي ناقص دلوقتي نقول لكم بقى ازاي اتكون فريق اول فريق في الكره الطائره داخل النادي الاهلي واللي كونه كان فكري الزناتي بقياده ايمن سميح كان عام 1955 وكان في اللاعبين بقى العمالقه الكابتن سيد مصطفى كان اول كابتن للنادي الاهلي والكابتن سامي السباعي والكابتن يوسف مصطفى وزكريا مرجان وعبد الخالق وهبه وماجد منظور وده كان الجيل الاول للكره الطائره الاهلاويه وبيعتبر من الاجيال بقى الذهبيه وهو الجيل الثاني على طول اللي في 1967 1968 حقق اول بطوله دوري عام للنادي الاهلي وكان بيضم الجيل الثاني دوت رئيس الاتحاد الافريقي الان وهو الدكتور عمرو علواني وعبد الخالق وهبه وعدلي مصطفى وعبد الرحمن الوكيل وفؤاد عبد السلام الدكتور فؤاد عبد السلام طبعا مع حفظ الالقاب للجميع ونبيه صلاح وايمن غزلان وعادل عبد المقصود وتوفيق شهاب محمد الشريف نزار الزين عيد عبد الملاك والاداري كان سيد مصطفى. مدرب الجيل الثاني اللي حقق بطوله الدوري وقتها في 1967 1968 كان الكابتن عبد اللطيف ابراهيم. كده حكينا لكم في اليوم الاول قصه بطل وكان هو كابتن نور عطيه ودخلنا بقى لحكايه اول جيل بينشئ كده كره طايره او اول فريق كره طايره وحكينا لكم قصه انشاء النادي الاهلي ان شاء الله في الادوار النهائيه بدايه من دور الثمانيه هتستنوا معانا بقى للمزيد من المعلومات عن باقي الفرق ان شاء الله وبرضو بنتمنى ان طبعا هنشوف بقى دور الثمانيه هيسفر عن ايه ولازم ندق كده ناقوس للجماهير ان المباريات خلاص بدات تيجي في المنعطف الاخير والصعوبه بدات تزداد حتى النادي الاهلي في مجموعته في الدور التمهيدي يمكن من وجهه نظري الشخصيه ما شافش اي لقاء فيه صعوبه بالنسبه له وده في حد ذاته بيبقى سلاح ذو حدين اولا انه لسه ما دخلش للمنافسه وهيجي في دور الثمانيه هيواجه فرق اقوى واشرس شويه في المنافسه وان كان باقي الفرق زي فرق سموحه شاف النهارده مباراه قويه مع اهل طرابلس وقدر يتغلب عليه فعنده مقياس لادائه وفرقه الطيران اللي برضه واجهت فرق قويه زي بافيا الكاميروني في الاول وطلعت معاه 3-2 فبالتالي والنهارده مع السويحلي الليبي فحطت برضه ميزان مستواها الحقيقي ولكن طبعا احنا خلال خمس مباريات كان الكابتن ميدو مسلحي بيجرب كل اللاعبين وبيحاول يدخلهم فورمه المباريات لانه عارف ان المجموعه كانت اسهل الى حد ما
وطبعا بقى هيبقى عامل حسابه اكيد في دور الثمانيه على مجموعه اقوى او على فرق اقوى هيلعبها، وهي الثاني الخدمات العامه الكيني اللي قدر ياخد النهارده صوت من نادي طلائع الجيش ويطلع تاني المجموعه بعد هزيمته من الجيش المصري 3-1. بنرجع لمبارياتنا واستئناف اللقاء مع بدايه الشوط الثاني وتقدم النادي الاهلي بالشوط الاول 25-6، وعبد الله كلاكيت تاني مره على بدايه مع الارسال. هل بقى يا عبد الله تمشينا كده 10 15 نقطه عايزين نروح بدري النهارده ولا ايه؟ وادي اول كوره وافتتاحيه مسك زي ما بنقول، وعبد الله بقى هيبدا لنا كده ان شاء الله السيمفونيه ويعزف كده الحان الارسال القوي مع الوزن ويحقق لنا بيه نقاط مباشره ان شاء الله. وتسلم ايدك يا عبد الله وما شاء الله عليك يا ابني. 1 الاهلي لا شيء اسبوار، وادي ارسال قوي واوت المره دي عبد الله، معلش باد لك. هنا بيحاول كده سبوار يعمل بقى انتفاضه او يعمل ريكفري سريع لنفسه بعد خسارته في الشوط الاول 25-6، وطبعا كانوا حاطين ايديهم على قلبهم من ارسال عبد الله ولكن ضاع. وادي هنا استقبال جيد جدا واكثر من رائع، وضربه من مركز 2 لمنعم ويلمها كده معوض، وضربه من المنطقه الخلفيه للقادمون من الخلف، وكره قويه ساحقه لاحمد سعيد بيحقق بيها السيمفونيه الكامله او العلامه الكامله لعبد الله عبد السلام بقيادته لمايسترو النادي الاهلي، والتقدم من الخلف لاحمد سعيد بكره قاتله. وادي تاني استقبال سبوار ويعكس الملعب وعايز بقى يقلد عبد الله ولا ايه واحمد سعيد، ولكن ادي معوض بيحط كره كده باقتدار ونقطه مباشره برؤيه عاليه جدا لقض. والله عليك يا قض ما شاء الله لعيب الاهلي النهارده فايقين جدا ومركزين في اللقاء، وبداوا فعلا يدخلوا الاجواء بقى بتاعه البطوله بصرف النظر عن المنافس، وهو ده المطلوب للنادي الاهلي دايما وابدا. وكره تانية من على سن الشبكه بيتمطع فيها احمد سعيد وبيضرب كره قويه نتيجه خطا استقبال لفريق الكونغو. 4-1، كره كده في مركز 4 عابره القارات وبلوك حائط صد قوي من اود، وتاني في مركز 4 للاعب الايسر، ولكن طبعا بتاخد ايد حليم وتنزل داخل الملعب عبو. ندخل ايدينا بس شويه جوه عبو، هي بتيجي في الحافه العليا للشبكه باي لاك كده، معلش. 2 سبوار 4 الاهلي، وبيضيع الراجل الارسال، شكلها النهارده تبقى اسرع مباراه موجوده في البطوله الافريقيه. بس عبو بقى يركز في الارسالات، وهو تركيزنا في الارسالات اللي هيوفر علينا الجهد. وارسال قوي فعلا مع استقبال غير متقن، وكره كده اي حاجه ترجع لملعب الاهلي يلمها منعم، وعبد الله يعكس الملعب باقتدار عالي جدا لقطب اللي داخل، وبيعمل زي تكه كده ويقف شويه ويطلع بعد هبوط حائط الصد ده، ونشوف اهو في الاعاده وبيحقق نقطه مباشره للنادي الاهلي 6-2. وحليم على الارسال، تقل ايدك شويه يا حليم في الارسالات كده، عايزين ارسالات بتاعه المنتخب بقى. وايوه ماشي، ارسال كان معقول، وتاني خارج الملعب بدون ملامسه لاي من حوائط الصد او الدفاعات الاهلاويه زي ما احنا شايفين. 7 الاهلي 2 سبوار الكونغولي، معدل كويس للاداء في تاني لفه للنادي الاهلي. وادي ارسال ايس مباشر بنقطه مباشره 8-2، ونوصل للتايم اوت او الوقت المستقطع الفني الاول. دلوقتي الدور بقى نقول لكم رؤساء اللي مروا على النادي الاهلي من 1907 حتى وقتنا هذا، وبالتتابع كده على قد ما نقدر. اولهم كان ميشيل انس في 1907 ل 1908، ثانيهم عزيز عزت باشا في 1908 ل 1916، وده طبعا تاريخ بيهم ناس كتير من محبي وعشاق النادي الاهلي.
عبد الخالق ثروت باشا من 1916 ل 1922، جعفر والي باشا من 1922 ل 1940، احمد فؤاد انور من 1940 ل 1941، احمد حسنين باشا من 1944 ل 1947، ونكمل بعد التوقف. وادي كره بايس تاني لعبه ويصل للنقطه التاسعه. تسعه الاهلي، اثنين اسبوار الكونغولي. الاداء مريح نفسيا بالنسبه للاعبين، مش واخدين وقت طويل في الجهد. وادي تاني بارسال قوي ومؤثر، والراجل الليبرو المعد دوت عكس كوره كده حلوه، كان موقف على ايديه شويه وتوقيفه قانونيه كده، الحكم ما بيشوفش ان فيها حمل ولا حاجه. وادي هنا الاسول تاني، ولكن عبد الله تخضعه الكوره شويه وبيحاول ياكد عليها وبيقول ان المعد بيوقف الكوره اهو، ولكن طبعا هو الراجل شايف ومش من حق ان انا احاسبه او احكم هو يحكم ايه. احنا كل الاداء بس ان بنحاول نستفهم يا عبد الله، طبعا بخبرتك كده مش محتاج الاداء خالص ان احنا نصعب على نفسنا حاجه. وادي تاني كره بارسال ثلاثه. الله يا عبد الله، الله يا عبد الله عبد السلام. حافظ بقى عادل بيدخل ازاي، ورماله كره كده من المنطقه الخلفيه من ورا التلت، رماله كره سريعه وعادل يطوح جسمه كده برشاقه، رشاقه 2 متر و11 ما شاء الله، ويطير ويمطع دراعه بكره مباشره في ملعب اسبوار. و10 3. وادي قطب بقى يكمل السيمفونيه ولا ايه، ولكن استقبال اكتر من رائع لفريق اسبوار الكونغولي، وكره كده في التاتش يا احمد يا سعيد، ميل بجزعك بس شويه ناحيه الملعب، كنت فاتح له انت اللاين قوي. في شنجة على الإرسال، ولعب إرسال بنقطة مباشرة، سوء تقدير في الاستقبال من منعم، لازم آخر واحد في الملعب ينبه كرة إنسايد أو أوتسايد. وخمسة اسبوار، عشرة الأهلي. وكرة تانية بالإيد اليسرى كده، ولكن بقى بتقف عند الشبكة ما بتعديش ملعب النادي الأهلي. وادي معوض بقى ابن لاعبنا الكبير والمحترف في فرنسا سابقا كابتن عصام معوض. واحمد سعيد بيلعب سبايك النهارده، كان بيلعب سبايك مع فلوتر كده مع الوسب، ولكن المره دي بيلعب سبايك. وادي اللاعب الاسول ده شكله كده، ده الخطير بتاعهم بقى، بيضرب كره قويه جدا وبتخطى الدفاعات، وكانت لسه في الدفاع، ولكن هو المفروض ان الراجل عدى، بيقول لا ده بعد الكره، ولكن خد بالك من ايذاء المنافس. واتحسبت الكرة لسبوار الكونغو الديمقراطية. احداشر ستة، بدأ يظهر شوية سبوار ند بالند، كرة بكرة بدأ ياخد الأداء والسنس كده. وادي منعم بيضرب كرة في اللاين ولكن خارج الملعب. يا منعم خدت الكرة من تحت شوية، طبعا احنا بنفصل بقى الأداء عشان لاعبتنا كده اللي بيتعلموا امام الشاشه. اتناشر الاهلي، سبعه سبوار. وادي دوله رجع على الارسال، بيلعب ارسالات فلوتر مع الوزن، وفعلا ارسال سريع يا دوله، واستقبال على خط التلت، والراجل بقى مش حد احسن من حد، بيعمل كرة كده لسنتر بلوك بتاعه رقم 13 تيشابولا كانيندا، والراجل بيطير عالي جدا ويضرب كرة كده من حائط صد مزدوج للنادي الأهلي، وبيرجع كده على الإرسال فرانك تيساني رقم 12، لسه ضارب الكرة دي ولكن بيحط الكرة خارج الملعب. عندهم أداء فرقة سبوار الكونغولي، ولكن ما بيحافظوش على أدائهم ببعض المهارات السلبية اللي عندهم زي مهارة الإرسال أو الاستقبال. واللفة الثانية للنادي الأهلي والنتيجة 13-8، وكرة قوية ولكن خارج الملعب المرة دي يا عبد الله، محتاجين نرجع لتركيزنا تاني. رقم 4 على الإرسال بين مكفوة، ارسال سهل واستقبال المره دي غير متقن، ولكن بقى يلحقها كده قطب لمنعم
اللي بيشوف انه يدخلها بصوابه، وتاني تشد في مركز أربعة للراجل اللي بيطير جامد ده، لكن بيلف كده في زوايا او في خطوط خارج الملعب تماما. زي ما شايفين في الإعادة خارج الملعب. وادي ارسال مع استقبال غير متقن كالعادة. وتاني بتتلم كده واحمد سعيد بيشدها لقض، بيطلع من فوق حوائط الصد من الادوار العليا ويضرب كرة داخل ملعب النادي الاهلي. عفوا داخل ملعب سبور الكونغولي. ويرجع منعم على الارسال. ارسال سهل منعم وخطط شوية، وبيقلب كده الكرة في مركز اثنين وفيها تاتش، ولكن منعم بدفاعات قوية وعبد الله بينقل الملعب على طول، واحمد سعيد داخل في الزاوية القصيرة ومصمم عليها حتى مع وجود حوائط صد، ولكن كرته قوية ما شاء الله، ومن الادوار العليا تخترق ايد حوائط الصد الكونغولية وتاخد نقطة مباشرة زي ما شايفين في الثلاثة متر الاولانيين من ملعب اسبوار. 16-9 وتفوق واضح للنادي الاهلي. نكمل بقى على اساسه كده، وصلنا لصلاح الدين الدسوقي، كان رئيس للنادي الاهلي من 1962 ل 1965، وبعدين جه الفريق عبد المحسن مرتجى من 65 ل 67، وكمل وراه على طول دكتور ابراهيم كامل الوكيل من 67 ل 1971، وبعدين رجع تاني الفريق عبد المحسن مرتجى قعد من 71 حتى 1980، وجه بقى الكينج صالح سليم واستلم النادي في 1980 ل 1992، ومحمد عبده صالح الوحش من 88 ل 92، ورجع تاني طبعا الكابتن صالح سليم من 1992 ل 2002، ثم الكابتن حسن حمدي من 2002 ل 2014، ثم المهندس محمود طاهر من 2014 ل 2017، والان حبيب الملايين ومعشوق الكره المصريه الكابتن محمود الخطيب من 2017 حتى الان، وفتره عامره ان شاء الله بالانجازات وطموحات مزيده للنادي الاهلي. عشرة اسبوار الكونغولي، 16 الاهلي. وادي ارسال قوي وسريع واستقبال غير متقن من منعم، وترجع كده ولكن بريست الايد يحاول عليها قطب طبعا بقوه شويه، وتاخد ايد الدفاعات الكونغوليه، ونقطه مباشره للنادي الاهلي. 17-10 ما شاء الله، قطب من اللاعبين اللي محافظين على مستواهم طول فتره البطوله، مفيش تذبذب في مستواه، ربنا يحميه ان شاء الله ويكمل على خير. وادي حليم وارسال قوي واستقبال ورفع في مركز اثنين ولكن خارج الملعب. زي ما قلت لكم عندهم حاجه يقدموها فرقه اسبوار الكونغولي، ولكن عندهم شويه الاداء ضعيف في الارسالات وفي الاستقبال، وبيهدروا الكره كتير قوي. الراجل طالع عالي جدا ومهرب الكره من البلوكات صح، ولكن ما بيضربش داخل الملعب، وده بيخلي ادائهم متذبذب، والمعد بتاعهم كويس الى حد ما، ولكن طبعا بقى البلوكات العاليه والدفاعات القويه المستميته والخبره زي ما احنا شايفين كده لايد قد بيضرب في حوائط الصد بنقطه مباشره، ويعرف ازاي ياخد النقطه ويصنع الفارق للنادي الاهلي. ووقت مستقطع بيطلبه اسبوار الكونغولي، وفي ارتياح على اوجه كده اللاعبين، وطبعا ما ننساش الجهاز الفني اللي بيقود كتيبة النادي الأهلي في هذه البطولة، بيتكون من المدير الفني طبعا الكابتن محمد مسلحي، ومدرب عام تامر مجدي، مساعد مدرب محمود جمعة، محلل تقني محمد زكريا، أخصائي علاج طبيعي هيثم عاطف، مخطط أحمال الحسن عبد المجيد، مدلك عبد الرحمن مكي، مدير إداري خالد أبو زينة، إداري أيمن علي، طبيب الفريق محمد شوكت. طبعا اللاعبين كلنا خلاص حافظينهم وفي غنى عن ان احنا نقعد كل شويه نقولهم، ده احنا حافظينهم كمان بالالقاب وباسمائهم بقى واسماء شهرتهم. ادي منعم ودوله وسعيد وعبو، كل الاسماء دي خلاص اتحفرت جوه جمهور النادي الاهلي العظيم. وادي كره كده ولكن كانت الايد مفتوحه شويه، منعم وعادل تطلع خارج الملعب. كان احمد سعيد هو اللي في البلوك.
11 سبوار الكونغولي ورقم 11 جويل على الارسال، واستقبال رائع، وادي كره من منتصف الشبكه اللي لازم بقى نشغلها في المقطع الاخير من الجيم كده. وعادل بيقول لي عبد الله فيما في الكواليس علي شويه يا عبد الله، انا طويل 2 متر 11 ما شاء الله وعندي ارتقاء عالي، فما تبخلش عليا بقى بالكره دي، انا بحب اضربها من عالي عشان اتمطع فيها شويه. وطبعا دوله بقى عنده 2 متر 11 طول، 3 متر 55 للهجوم، 3 متر 30 للبلوك، وعنده وزن ما شاء الله 115 كيلو، والراجل متوافق مع كتلته وقادر يتعايش معاها. وطبعا بسم الله ما شاء الله قوه ضاربه داخل صفوف النادي الاهلي. في الشوط ده ما قدرناش نحقق الفارق بالارسالات القويه للنادي الاهلي، كان ارساله بيضيع بعد كده، ولكن طبعا في الشوط الاول الكابتن بقى عبد الله عبد السلام قعد على الارسال 20 نقطه ما شاء الله، وكان ممكن يكمل لاخر الشوط، وكان ساعتها يبقى ليه مكافاه خاصه اكيد من الجهاز التدريبي بالنادي الاهلي طبعا لاتقانه واصراره وتميزه في الارسال. وهنشوف احمد سعيد كده في ارساله المره دي، ولكن ضايع برضه احمد سعيد، فقدنا التركيز شويه وكله بقى عايز يعمل زي عبد الله ولا ايه. طبعا عبد الله مميز بارسالاته من ساعه ما كان محترف في ترافيزو بايطاليا. ٢١ ورقم 7 ارسال ايفيانس، ارسال متواضع واستقبال جيد، ولكن حائط صد قوي جدا للولد الخطير فرانك تيساني رقم 12 اللي بيعمل كده حركات بهلوانيه تشابه الى حد ما فريق منتخب الكاميرون لما كان جاي في مصر هنا، وبيحاول كده يقول انا موجود اهو باخد كور جامده، حتى الكره قبل ما تنزل الملعب هو نازل يشجع نفسه ويشجع فرقته. وتاني ارسال في الشبكه لجويل رقم 11، طالع دلوقتي عبو على الشبكه ودوله على الارسال 22 14. طبعا عادل وعبو كروسات للمركز 3، وادي كره تعتبر في المنطقه الخلفيه بيوجهها كده الراجل للملعب، وكره كده من حسام اللي نزل مكان عبد الله عبد السلام. بيتعامل منعم بخبرته مع الكور سواء كانت بوش او دوبل مش مريحاه الى حد ما، ولكن بيقدر ازاي يكسب منها ويجيب منها نقطه. طبعا لاعب كبير مفيش شك، وان كان تعرض لاصابه كده في السيزون في اخر السيزون اللي فات قعد عليها اكتر من 10 شهور. سلامات يا منعم. 23 الاهلي 14 اسبوار الكونغولي. يخلص التايم اوت او الوقت المستقطع اللي طلبه فريق اسبوار. دوله على الارسال، ارسال سريع من دوله واستقبال غير متقن، ويصطادها بقى منعم كده من على سن الشبكه، يريح نفسه ويريح فرقته ويوصل للنقطه 24، نقطه الاجاده والتالق، و يفصل النادي الاهلي نقطه واحده للفوز بالشوط الثاني. وما زال عادل على الارسال القادم من سموحه، وارسال سريع ثاني ولكن استقبال معقول المره دي، وتتشد كده عابره للقرارات في مركز 4 ياخدها احمد سعيد، دفاع قوي ولكن في لمس شبكه بيحسبه الحكم الثاني على حسام يوسف، لكن جود دفاع طبعا لاحمد سعيد. وبيرجع بقى الفتى الشقي فرانك تيساني رقم 12 سنتر بلوك، وادي كوره ثانيه، والظاهر كلهم متعودين يشجعوا نفسهم قبل ما الكوره تنزل الملعب. رقم 11 الكروس ليه رقم 12 فرانك تيساني، والاثنين سناتر بلوكات، وطبعا قمه الفرحه انه ياخد حائط صد من عبو نجم المنتخب القومي ونجم النادي الاهلي. وادي معوض هنا بيقول له لا استنى يا حسام الكره ناحيت انا، وادي خبره محمد عبد المنعم اللي بنقول عليها هتاخد كره سهله ولا ايه، ودفاعات قويه لمعوض، بيشد كده كره حسام ولكن تتاخد المره دي منك يا منعم،
كنت داخل شويه تحت الكوره والبلوك كان ماسكها منك ما بصيتش على ايد البلوك شويه وبيتكون ثلاثه حائط صد. قلت لكم عندهم حاجه فريق بوار الكونغو الديمقراطيه عندهم شيء يقدموه فيه فنيات الكره الطايره، ولكن طبعا هم قليلين في بعض النقاط الفنيه زي الارسال ما بيقدروش يضغطوا بيه على الفريق الخصم، وزي الاستقبال بيهرب منهم شويه والنقط بتاعهم بيضربوا الكور من عالي جدا ولكن ما عندهمش دقه في الاداء. لكن مع الفترات القادمه لو اهتم شويه سبوار على نفسه ودعم في صفوفه الى حد ما ويزود بس عنصر الطول ممكن يبقى ليه شان داخل القاره الافريقيه. الاهلي سبوار الكونغو الديمقراطيه 17، والجمهور بقى دلوقتي في انتظار اللقطه الاخيره او النقطه الاخيره في الشوط الثاني ويحاول كده تتحسم بقى الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي. واللاعب فرانك الثاني مازال على الارسال وعمل ارسال طويل كده عابر للقارات يسقط امام احمد سعيد راح له هو متخاذل شويه اعتمادا بقى ان الارسال سهل ولكن سقط فجاه داخل ملعب النادي الاهلي. 18-24 وتاني تيساني على الارسال رقم 12 سريع برضو ولكن استقبله منعم المره دي برضو غلط ولحقه حسام يوسف 2.4 حسام ولكن طبعا جري بسرعه عاليه وادي كره ثانيه عابره للقارات في مركز اربعه وبدا كده يحصل دربكه في ملعب النادي الاهلي نتيجه الضغط المستمر من فريق سبوار الكونغولي. ولكن بخبره محمد عبد المنعم السهل الممتنع بيلعب كره كده في ايد حوائط الصد بنقطه مباشره وبيحقق نقطه للنادي الاهلي 25-19 ويفوز النادي الاهلي بالشوط الثاني. وفي انتظار بقى بدايه واستئناف المباراه مع الشوط الثالث ويا رب كده تنتهي بالارسالات زي ما عمل عبد الله عبد السلام. خلونا نروح بدري كفايه تاخير كده يا جماعه ولسه عندنا ادوار بقى من بعد باكر ان شاء الله دور الثمانيه كده هنلاقي فيه مواجهات عنيفه جدا مع الفرق الافريقيه المختلفه. زي ما قلنا لحضراتكم نشأة النادي الأهلي ونشأة أول فريق بالنادي الأهلي، هنقول لكم كمان قناة النادي الأهلي اللي تعتبر الأولى من نوعها الخاصة بنادي في مصر، مفيش ولا نادي في مصر ليه قناة غير النادي الأهلي، وصدرت القناة بالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون العرب في صيف 2008 بعد احتفال النادي الأهلي بالمئوية، وكان أول بث تجريبي ليها كان بمباراة النادي الأهلي وروما في 6 أغسطس 2008. وكمان النادي الاهلي ما تواناش لحظه عن تقديم الثقافه الرياضيه بمختلف وشتى مجالاتها وانواعها، وقدم كمان المجله الخاصه بالنادي الاهلي اللي تاسست عام 1974 وكانت في عهد رئيس النادي وقتها عبد المحسن مرتجى وكان هو رئيس مجلس اداره المجله، وحتى الان قائمه مجله النادي الاهلي بتحط فيها بقى كل النتائج الخاصه بالنادي والمرافق العامه بتاعه النادي والانشاءات والتطورات، ودي عشان الاعضاء طبعا يلاقوا خدمه بقى تثقيفيه خاصه بالنادي الاهلي. كان اكثر من الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي كان اكثر نادي يفوز بالدوري المصري، اكثر نادي يفوز بالكاس، اكثر نادي يفوز ببطولات السوبر سواء في كره القدم، كان فاز بدوري ابطال افريقيا في كره القدم اكتر نادي، كاس السوبر الافريقيه، كاس الكؤوس الافريقيه، كاس السوبر العربي، كل ده من الموسوعات اللي بتضم النادي الاهلي. وكمان بقى اللقطه الاخيره كده اللي عايزين نقولها قبل ما نختم لقطات التاريخ، بنقول ان كابتن محمود الخطيب كان اول لاعب مصري واللاعب الوحيد اللي حصل على كاس افضل لاعب افريقي عام 1983، وطبعا بقى اخذها تاني الكابتن محمد صلاح في وقتنا هذا، وكان من ساعتها ما كانش فيه ولا لاعب مصري خالص اخذ بطوله احسن لاعب افريقي، وكان هداف النادي الاهلي في البطولات الافريقيه وحقق له 37 هدف. كل المعلومات التاريخيه اللي بنحاول نجيبها لكم عن نادي القرن، النادي اللي بتعشقوه، النادي اللي بتحبوه، دي كل هدفها هي
معرفتنا بالتاريخ، لان من فات قديمه تاه. وطبعا احنا كلنا في النادي الاهلي بنحب نقعد حوالين شاشاته واحنا عارفين كل معلومه عنه يسالنا فيها اي حد نجاوبه على طول، سواء على المستوى الرياضي او التثقيفي او الاعلامي. شكرا لقناه النادي الاهلي وشكرا لمجله النادي الاهلي وقياده النادي الاهلي الحاليه باستمرارها كده وراء فرقها، وفوز فريق السيدات ببطوله الدوري العام، وفوز فريق سيدات الطايره، وفوز فريق سيدات الهاند بول النهارده، وفوز فريق الباسكت. يعني ما شاء الله كل الالعاب الجماعيه لما البطولات داخل اسوار نادي الاهلي. هنبدا الشوط الثالث والنتيجه 2 لا شيء للنادي الاهلي، وكره كده بيعكسها وقطب بياخدها مباشره على طول في مركز 5، بياخد ايد الدفاعات ونقطه مباشره في اول الشوط الثالث بعد تقدم وتفوق 2 لا شيء. وشايف بقى عبد العال كده رقم 11 نزل لارض الملعب اهو عشان يطمن عليه الكابتن ميدو مشلحي، ونطمن عليه احنا كمان بعد اصابه شكري. وبدا بقى نشوف عبد العال كده داخل الملعب تاني، وفعلا ريح الوقت اللي كان قايل له عليه الدكتور 48 ساعه، وادي ظاهر اهو. سلامات يا عبد العال، ان شاء الله تكون اضافه كده مع فرقتك في الحصول على البطوله الافريقيه رقم 13 للنادي الاهلي ورقم 37 في البطولات الافريقيه. حسام يوسف اساسي من بدايه اللقاء في الشوط الثالث، وادي كره من مركز 2 ودفاعات قويه لحسام، يدخل على طول احمد سعيد يعلقها كده القطب، لكن ما كانتش مريحاه، فضل ان هو يستناها. واحمد عبد العال عمل كره كده بليسنج، ولكن بقى بياكد عليها تيفا، ياخدها كده من منتصف الشبكه، ونفس المبدا اللي بيكمل عليه كابتن ميدو، وهو اشراك جميع اللاعبين عشان كلهم يبقوا في فورمه. وما نعرفش مين تشكيلتنا الاساسيه حتى الان، ولكن طبعا هي اقرب للتشكيله اللي بدات في بدايات المباراه اليوم، وبيطمن كده على كل العناصر. وادي حسام خدها من تحت شويه، يا حسام اعمل حساب ما شاء الله طول الفارع 2.4 متر يا حسام، وعندك قياسات مميزه جدا كلاعب وصانع العاب، 3.45 متر بتهاجم منها، و 3.25 متر في البلوكات. انت وعبد الله عبد السلام ما شاء الله قياساتكم مميزه جدا على مستوى اللاعبين المصريين والافارقه. وادي كره بيعكسها حسام برشاقه ومرونه عاليه، وتفاهم جامد جدا بين حسام وتيفا، ويحقق بيها النقطه الرابعه لفريق النادي الاهلي. وادي تيفا ودخل وبيضرب كره كده بتهرب من ايد البلوكات وتنزل في ملعب اسبوار الكونغو الديمقراطيه. وعبد العال بيلعب ارسال اهو مع الوزن، ما شاء الله سليم 100% عبد العال، ولكن هو لسه بيجرب نفسه كده. 2 اسبوار 4 الكونغو 4 الاهلي. كان مرحل شويه عبد العال رايح مع ميل الضرب شويه. وجويل على الارسال، ارسال سهل لجويل واستقبال اكتر من رائع لعبد العال. والله يا حسام على التعليقه بقى، ونقول لك كده اجاده كامله، انت النهارده في المباراه وكان قبلك اول امبارح عبد الله عمل نفس الكوره وخدع فيها البلوكات وخدع فيها المعلق وخدع فيها الحكم كمان، ونزل لنا كوره ممتعه بل اكثر من رائعه من ايد تيفا كده بنقطه مباشره، وخمسه الاهلي 2 اسبوار الكونغولي. وادي كرة سهلة مع استقبال غير متقن، تعدي أي حاجة يضرب الراجل في الشارع، يعني الكرة صعبة عليه، حطها في الملعب، خلينا نستمتع بأداء نادي القرن. ستة الأهلي 2 اسبوار، وتاني تيفا سبايك فلوتر كده سريع، ولكن يضيع المرة دي تيفا، سحبت إيديك بسرعة، كمل إيدك على آخر الملعب شوية. طبعا المعلومه مش لطيفه، هو خبره وغني عن المعلومه، ولكن طبعا لابنائنا بقى اللي بيلتفوا حوالين شاشه قناه النادي الاهلي. ايفانس على الارسال، وارسال جيد المره دي، وايه لحقه كده بالعافيه حسام وبيحاول فيه، ولكن تترفع في المنطقه الخلفيه، الراجل ده خطير قوي، عايزين ناخد بالنا منه، ولو احترف في اي فرقه بيتهيألي ممكن يجيد قوي في احترافه، لانه بيلعب باليد اليسرى وبينط عالي جدا وبيحاول يضرب كورته داخل الملعب، عايز بس يصنفر شويه كده ويلعب مع فرق قويه، هتبص تلاقيه خلاص بقى محترف قوي جدا. تاني قطب الاهلي 7-3
ادوار وانسايد، ولكن حامل الراي بيشير خارج الملعب هو شايفها اكتر. وطبعا جات لنا بقى اللقطه على عبد الرحمن حسين اللي نزل كده في الملعب مكان عبو، وتيفا كان نازل مكان دولا، وادي محمد رضا لاعب عن 23 سنه ومستقبل كبير للنادي الاهلي ان شاء الله. وادي هنا كره مباشره كده بنقطه، طبعا فرق بينه وبين السن في معوض 31 سنه، والاثنين بيلحقوا بعض بقى، ودي سياسه النادي الاهلي بيشرف كده لاعب صغير من لاعب خبره. وايفانس تاني على الارسال، قرب النتيجه قوي، واول مره الفارق يبقى ضيق كده 7-5، واحمد سعيد بيستقبلها من خارج جسمه وبيطلع يضرب برده في نفس الزاويه اللي المفروض يكون الفريق الاخر حافظها، ولكن فين بقى احمد سعيد ما شاء الله بيطلع من فوق الكل ويضرب في الزاويه القصيره وبيحقق بيها نقطه مباشره للنادي الاهلي، ويوصل كده الاداء ل 8 الاهلي 5 اسطوار الكونغو الديمقراطيه، ويحقق بيها نقطه وتقدم في الوقت المستقطع الفني الاول. بفارق 3 نقاط يعتبر من اضيق الفوارق اللي حصلت في الشوطين، كان الشوط الاول 25-6 والفارق كان كبير جدا، بدأ يقرب شوية إسبوار الكونغولي في الشوط الثاني، ولكن برضو اتختم الشوط بفارق كبير، وحتى الآن احنا طالعين 8-5 في الوقت المستقطع الفني الأول في الشوط الثالث، ولكن طبعا الفارق 3 نقاط بس ما تعودش عليهم النادي الأهلي في المباراة دي، وعايزين بقى ينجز كده في الأداء وبأقل مجهود عشان طبعا نخلص المباراة وندخل بقى على التجهيز للأدوار الثمانية. وادي بقى الكابتن شعلة نشاط الاتحاد الافريقي وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري كابتن هويدا موندي ومديره البطوله. وادي هنا كوره من منتصف الشبكه، والله عليك في دفاعاتك المنخفضه يا عبد العال، وادي اسقاط لقض، ولكن طبعا الكوره ما كانتش مريحاه، ومن المنطقه الخلفيه قلت لكم الراجل دوت نحط عيننا عليه شويه، انا هبدا اخد رقمه واسمه وهشوف كده الراجل دوت سكته ايه بالظبط. شايفين اهو بيهرب من الدبل بلوك ويضرب كره قويه جدا تنزل في ملعب النادي الاهلي، وارسال ضايع، ده اللي احنا بنقول عليه ان الفرقه بتعمل كره كويسه جدا والكره اللي بعدها ما بتحافظش على ادائها، فبتفقد بيه التميز والتفوق اللي بتعمله. عبد الرحمن حسين لاعب صغير السن قادم من نادي الشرطه الرياضي، اتحاد الشرطه الرياضي، صفقه كده انتقلت للنادي الاهلي، تم تدريبه طبعا باتحاد الشرطه وتم صقله بقى في النادي الاهلي، كان على يد المدرب القدير شريف رجب. وادي كوره خارج الملعب تاني عبد الرحمن حسين، ومش هو لوحده الصراحه اللي طلع من اسوار اتحاد الشرطه اللي انا كنت بنتمي ليه لفتره طويله، كان في كمان اللاعب شهاب سنتر بلوك نادي الزمالك، واللاعب رضا ليبرو نادي الزمالك، ومصطفى لاعب مركز اربعات مصطفى دبشه لنادي الزمالك، وكل اللعيبه دول طالعين من الشرطه الرياضي. وادي كوره كده خارج الملعب، حسدناك يا ابني ولا ايه؟ بين مكفوا رقم 4، ارساله سهل خالص بين ومتواضع، وادي استقبال اكتر من رائع لعبد العال، وبتعكس كده لقود، وبخبره بقى وسنس كده من حسام مش عايز يتقل على عبد العال، هو نازل للاهداف انه يستقبل، وشايفين كده حاطط هو انكر خفيف على رجليه، وطبعا هنا بقى لسه طبعا الاطمئنان الكامل للاصابه، فما بيحاولوش يضغطوا عليه، ودوت احساس اللاعب بزميله. وادي حسام بيلعب ارسال قوي بنقطه، ولكن يلحقها كده فرقه سبوار وترجع بسهوله قوي لملعب الاهلي، ولازم كانت تشد سريعه عشان يريح الكل، لكن قطب بقى دخل بكتفه كده هرب مع البلوكات وسحب نفسه تاني على اللاين وضرب كره قويه جدا في جسم اللاعب الحر او اللاعب الليبرو لفريق اسبوار. طلع جويل سنتر البلوك،
حسام ما زال على الارسال 12-7 وارسال تاني قوي، استقبال المره دي جيد. الراجل ده شوف طالع منين؟ طالع من اخر الدنيا خالص وضرب كره قويه في ايد حوات الصد رقم 13 تيشابولا كانيدا، وهو شايفين طاير قد ايه. عندهم ارتقاءات عاليه جدا فرقه اسبوار الكونغو الديمقراطيه، وقلت لكم بس يتوفر لها الامكانيات وهتلاقوا فرقه هايله. وادي انجوميسيو رقم 15 واستقبال من احمد سعيد خارج بره ال 3 متر، ولكن بلوك قوي المره دي، وبينزلوا يحتفلوا بايديهم كده ويشاوروا لتيشابولا رقم 13 اللي بياخد كره قويه جدا اهو من حوائط الصد ومن اقوى لاعب في النادي الاهلي اود. وطبعا مش عدلتك يا قطب، انت بتلعب من مركز اثنين محدش بيقدر يمسكك فيها، ولكن بقى انت بتلعب برضو قدام فريق بيلعب بطل الكونغو الديمقراطيه. وادي استقبال تاني من سعيد، ولازم على طول كده، ايوه دي الخبره بقى يا حسام، نشغل السريع لان البلوكات بدات تحفظ الريتم بتاع الاداء للاعبي الاطراف، ولازم نغير كده ونخلخل في حوائط الصد. عبد العال على الارسال، لازم اهو التيب على رجليه الشمال عبد العال، سلامات ان شاء الله يا عبد العال. ارسال سريع واستقبال خاطئ من ليبرو الفريق انياسي بواني، طبعا بنختصر اسمائهم، ونزل حمدي الصافي، يوسف حمدي الصافي داخل حدود الملعب مكان احمد سعيد. عبد العال تاني ارسال قوي واستقبال متواضع، كره عابره للقارات، والراجل رقم 10 كامبالا كيتوكو مصمم انه يكسر ايد حوائط الصد، ولكن بقى الكره ممسوكه جدا وبيعتمد على القوه الغاشمه وحائط صد قوي من قطب ومن تيفا، ياخدوا منه نقطه مباشره بتايمنج عالي جدا. وادي عبد العال بيلعب ارسال خططي كده، ولكن السريع بقى بيحاول ينتش كده بتاتش بلوك ولا ايه، لاعب رقم 10 كامبالا كيتوكو، وتطلع خارج الملعب من انجو ميسيو على الشاشه اهو، و 16-9 للنادي الاهلي في الوقت المستقطع الفني الثاني. طبعا التنوع ما بين الارسالات القويه السبايك او الارسالات السبايك فلوتر او الارسال الخططي ده مطلوب في قوام اي فريق وفي تكتيك اي فريق، وده اللي بيعمله الكابتن ميدو مصلحي، انه بيغير التكتيكس بتاع اللعيبه ما بين الارسالات القويه السبايك في عبد الله عبد السلام وحسام يوسف، وما بين الارسالات الخططيه في منعم واحمد سعيد، ما بين السبايك والسبايك الفلوتر وبقيه اللاعبين اللي بيلعبوا ارسالات سريعه جدا على مركز 5 ومركز 1، وبكده يقدر يعمل خلخله للاستقبال في الفريق الاخر، وطبعا ما بيكونش في تكيف حصل للاعبين وما بيتعودوش على رتم ارسال واحد، وده بيبقى مطلوب جدا في الفرق اللي بتنافس عشان ما يتحفظش ادائها. والنادي الاهلي بيعمل ده باقتدار وبتعليمات من مديره الفني محمد مصلحي. انتهى الوقت المستقطع الفني الثاني، و16 الاهلي 9 اسبوار الكونغولي. وادي قطب على الشاشه ما زال على الشبكه، وعبد العال على الارسال، وسلامات يا عبد العال ما شاء الله سليم 100%. وادي كره في مركز 2، الراجل بيطوح جسمه كده ويضرب الكره من بعيد قوي عن جسمه، بتخترق حائط الصد من عبد اللطيف وتنزل داخل حدود الملعب رقم 13 تيشابولا كانيديد، وراجع هو على الارسال ولا ايه؟ فعلا تيشابولا على الارسال. وادي حائط صد ولكن متواضع جدا للاعب رقم 10 كامبالا كيتوكو، بيضرب كده قطب من فيه مستريح. ادي اللاعب تشانجا اللي قلنا عليه، اللاعب ده هنعلم عليه كده وناخد بالنا منه كمان، ولكن طبعا حظوظ فريقه بقى ان هو مش مكمل في التصفيات النهائيه، وهيلعب لترتيب المراكز من التاسع لل16. تيشانجا تيشابونجا، اسماء طبعا غريبه جدا واحنا عارفين اسماء الافارقه. وادي ارسال قوي منه برده من نفس اللاعب، وترجع كده سهله من الصافي بعد استقبال غير متقن، وتتشد في مركز 4، وادي حائط صد ولكن جاي المره دي في ايدك من تحت يا عبد الرحمن انت وقطب،
وبيقول هنا حسام انما انا ما سبتش حد، ولكن يا حسام لا جايه في ايديهم، وبيرفع ايده اوبا اهو فعلا، وادي الكره جايه في ايديه من تحت فعلا، جود جادج الحكم، ونهدى حسام مش محتاجه خالص وهو شايف. الحكم الاول بيشوف كده ويقول لك انا صاحب القرار، والنتيجه والاداء مطمنانا يا حسام، مش لازم نشد اعصابنا ونريح المباراه، خلينا شادين عادي في ادائنا. وادي تيشانجا في باجو على ارسال، ارسال قوي واستقبال رائع من معوض من محمد رضا، وادي كره كده من فوق حائط الصد للصافي. كان بقى الكابتن هيثم كده بيسال الكابتن حمدي يعني ايه ابن الوز عوام، وطبعا بقى احنا اكتشفنا دلوقتي ان فعلا طبعا ابن الوز عوام حمدي كان بيضرب من اي حائط صد، وما كانش في حائط صد بيقدر يوقفه، وخد شهره عالميه داخل مصر وخارجها، واحترف اول لاعب يحترف في روسيا، وطبعا بقى تاريخ كبير للكابتن حمدي الصافي، وان شاء الله يكمله كده في الملاعب ابنه يوسف حمدي الصافي. وفي ثنائيات كثيره قوي في الملاعب المصريه في نفس الجيل، جيل 99 و2000 ابناء مدربين. طبعا بقى مع توقفات الماتش او الماتشات القادمه هنقول لكم عليها، هنقول لكم اسماء اللاعبين اللي هيكملوا جيل ابناء مدربين كبار في مصر. وادي كره هنا اتضربت من المنطقه الخلفيه، ولكن تاتش في الضارب فعلا، جود جادج الحكم. 19-12، وادي كره تاني من اوب، واستقبال المره دي جيد، وتتشد تاني لنفس اللاعب الخطير جدا رقم 6 تيشانجا اللي تميز من مركز 2. ارسال سهل كده مع استقبال جيد من الصافي، وادي هنا بيضرب الزاويه الحاده اللي كان بيحبها الكابتن حمدي برضو، وبيضرب في الزاويه الحاده باقتدار. وكوره كده ثانيه بارسال سهل المره دي يا يوسف، وترجع لمركز 4 اللاعب رقم 15 اللي بيضرب انجوا ميسيو، ولكن هنا في ايد حائط الصد خارج الملعب، وما لحقش بقى الراجل رقم 12 فرانكي تيساني يصحى ويعمل الرقصه الشهيره بتاعته بعد الفوز بالنقطه، اهو نازل اهو يحتفل، ولكن طبعا كانت خارج الملعب. بص كده بالبطيء، لا بقى خارج الملعب، فقطم الاحتفال وما كملش. الاهلي 13 اسبوار الكونغولي، وما زال الاداء مقنع بالنسبه للنادي الاهلي، وبيحاول اسبوار رأي ان هو لو دخل ما زال يوسف حمدي الصافي على الارسال، ونلملم بقى ورقنا خلاص، المباراه راحه لنهايتها. وادي كره كمان فيها خطا من اللاعب رقم 3 باتريك ميسانو اللي لمس شبكه كده باستقبال خاطئ من فرقته، و 23-13 بفارق 10 نقاط للنادي الاهلي، 22-13 عفوا 9 نقاط. وادي ارسال ثاني مؤثر من يوسف حمدي، بيتم استقباله طبعا بطريقه خاطئه وبتتضرب اي حاجه في الملعب، ولكن دفاعات قويه، وحسام كده بيقلب الكره، ولكن عنتريه شويه حسام، كان محتاجه تهدى شويه في ادائك مع الكره. اللاعب رقم 12 فرانك الثاني على الارسال، واستقبال اكتر من رائع من عبد العال، وزي ما قلنا بقى سلامات يا عبد العال كده، الحمد لله اطمنا عليك وتكمل معانا الادوار النهائيه. وادي اسقاط هنا من حسام، بيسقطوا كده على الطريقه الاوروبيه بعد ما يخدع كل المشاهدين ولاعيبه فريق اسبوار الكونغولي، وبيرجع بيه عبد الرحمن حسين على الارسال، وعبد الرحمن ارسال سهل يا عبد الرحمن، محتاج تتقل شويه في الارسال. وادي الراجل الخطير دوت رقم 6 تيشانجا اللي بيضرب من اي حته وبيحقق نقطه لفريقه، ممكن يكون هو واخد البيست اوف سكولر للمباراه في فريق
اسبوار الكونغو الديمقراطيه، و15 اسبوار 23 الاهلي. وادي ارسال تاني، وطبعا بقى قدروا المره دي محمد رضا كويس وخرج خارج الملعب. 24 ويفصلنا عن العلامه الكامله بالفوز بخمس مباريات للنادي الاهلي، ومبروك المركز الاول في المرحله التمهيديه. ولكن طبعا بننبه كده ان لسه بقى البطوله هتبدا، ولازم الجمهور يلتف حوالين فريقه حوالين النادي الاهلي، لان اللي جاي اصعب. وان شاء الله الاهلي قدها، وادي 24 15 وفي انتظار بقى النقطه النهائيه لانهاء اللقاء. ستاشر اسبوار الكونغولي 24 الاهلي، وادي استقبال من عبد العال، وكره في مركز اربعه بينهي بيها الاداء الجميل واللقاء الجميل للنادي الاهلي. سهل ممتنع بيحقق بيه العلامه الكامله 3-0 وخمس مباريات متتاليه فوز للنادي الاهلي، واداره جيده للكابتن ميدو. كان معكم عزب الشرباجي على امل اللقاء مجددا، ونرجع للكابتن هيثم والكابتن شعراوي باستديو التحليل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.